أعزائي المشاهدين، هنتكلم معاكم في فقرتنا دي عن منظومة التأمين الصحي الشامل. منظومة جديدة تم تطبيقها في عدد من المحافظات، ومن ضمن المحافظات اللي انضمت بالفعل مؤخرا للمنظومة هي محافظة أسوان. بسعدنا إن احنا يكون معانا من خلال هذه الفقرة دكتور حازم خالد، مدير إدارة مكافحة العدوى بهيئة الرعاية الصحية بأسوان. أهلا بك يا دكتور معانا، أهلا وسهلا وكل سنة طيب فندم، ورمضان كريم. وحضرتك طيبة يا أستاذة هبة، والسادة المشاهدين بخير إن شاء الله، وصحة وسلامة بإذن الله. منظومة التأمين الصحي الشامل، يعني كان بيطبق قبل كده التأمين الصحي، بالظبط. ايه الفرق بينهم؟ يعني إيه، هل حصل تغيير؟ طبعا احنا برضو عايزين نعرف الناس يعني ايه هي التأمين الصحي شامل. ده نظام مختلف عن النظام الحالي او اللي هو بيتغير. ده نظام تكافلي اجباري بيضم جميع فئات المجتمع، انشئ بموجب قانون رقم 2 لسنة 2018، فبداية تطبيقه كان من 2018. النظام ده يعني ايه نظام تكافلي؟ يعني الناس كلها هتخش فيه، وكلنا هنشيل بعض، بموجب بقى يعني سداد اشتراكات شهريه الناس كلها هتسددها، وبنسب مساهمات للخدمات اللي هي هو ده مش هتاخدها كان ان شاء الله. بيحصل في التامين الصحي؟ يعني انا كموظفه في الحكومه كنت بدفع مقابل التامين الصحي، تمام مظبوط؟ تمام ودلوقتي برضو المفروض بيحصل نفس الحكايه، ان احنا بندفع مقابل التامين، تمام، بس بس كان التامين الصحي بيقدم لموظفي الحكومه فقط. بالظبط. يعني التامين الصحي الحالي او القديم ده اللي كان موجود فيه اللي هو العاملين بالجهاز الاداري بالدوله اللي هم الموظفين الحكوميين، لكن ما كانش مثلا بيشمل العماله الغير منتظمه زي الحرفيين، ما كانش بيشمل مثلا اعضاء المهن الحره اذا كانوا اطباء مهندسين، لا هو بس بيشمل الناس اللي هم شغالين يعني او بيشغلوا مناصب حكوميه، والاطفال مثلا دون سن المدرسه وطلبه الجامعات بره كانت بره الموضوع. لكن دلوقتي لا، احنا بنتكلم على نظام يعني اللي هتخش فيه جميع المواطنين داخل مصر ان شاء الله. تمام. بالنسبة لأسوان بقى بالتحديد، كلمني عن التأمين الصحي الشامل في أسوان. التأمين الصحي الشامل في أسوان يعني احنا بنقول عموما المنظومة دي هتطبق على 6 مراحل. أول مرحلة ضمت يعني عدة محافظات زي شمال سيناء وزي إسماعيلية والسويس وبورسعيد. أسوان المفروض المرحلة الثانية، وهي هي حاليا بتطبق فيها. بدأ التطبيق يعني من 2019 وطالع حتى الآن. يعني في عندنا أربع، يعني عندنا مستشفى المسلة التخصصي دخلت دي التأمين اللي بعد الصحي الشامل، تجديدها وتطويرها، بالظبط. وعندنا مستشفى أسوان التخصصي اللي هي الصداقة سابقا يعني، وعندنا مستشفى الرماد. ال3 مستشفيات دول بالفعل خدوا اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وبعدين طبعا سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل. دول تقريبا المستشفيات الموجودة دي أصلا المستشفيات عندنا في مدينة أسوان. في مدينة أسوان، فاضل بس مستشفى إدفو، يعني إن شاء الله بعد العيد هيتم تسجيلها بإذن الله عشان خدمة الناس إدفو. يعني هناك في حوالي 500,000 مواطن هناك، وسيادة المحافظ مهتم جدا بالذات. طب وبقية مراكز أسوان، مصر النوبة وكومومبو؟ كل المستشفيات دي هتخش باذن الله، يعني بعد ما يتم تاهيلها واستعدادها على المعايير وكده باذن الله هتخش على طول باذن الله تباعا يعني. طب شكل الخدمات اختلف اللي بيقدم؟ اكيد. ليه بقى؟ لان احنا بنقول ان في معايير. احنا برضو عشان برضو الناس تعرف ان منظومه التامين الصحي الشامل فيها حاجه مهمه جدا، اللي هي ايه؟ تم فصل التمويل عن تقديم الخدمه. بمعنى الاول وزاره الصحه كانت هي يعني هي المسؤوله على الوحدات والمستشفيات والمراكز، وهي اللي بتمول وهي اللي بتدير بتعمل كل حاجه، وهي كمان اللي بتراقب 3 حاجات. انا بقدم خدمه وبمول الخدمه دي، وكمان ايه؟ براقب عليها. لا، التامين الصحي بقى الشامل الحلو اللي فيه ان هو تم فصل تمويل الخدمه عن تقديمها عن الرقابه بتاعتها. بمعنى ان احنا عندنا 3 هيئات مسؤولين عن منظومه التامين الصحي الشامل. اول حاجه هيئه الرعايه الصحيه اللي هي ايه؟ اللي هي مسؤوله عن تقديم الخدمه، اللي هي بقى ايه؟ يعني ايه؟ تشرف بشكل مباشر على الوحدات والمستشفيات والمراكز ايه؟ داخل المحافظات. يعني كانها ايه؟ مديريه الشؤون الصحيه، بس اتغير المسمى لايه؟ لهيئه الرعايه الصحيه. دي اللي بيقدم الخدمه، اللي فيها الطبيب والممرض والكلام ده، اللي بيقدم الخدمه ايه؟ للمنتفع. طيب اللي بيمول بقى مين؟ اللي بيمول بقى اسمها هيئه التامين الصحي الشامل، دي هيئه مستقله، يعتبر المسؤول عنها وزير الماليه الدكتور ايه؟ محمد معيط. طيب يبقى احنا قلنا مين بيقدم الخدمه
ومين اللي بيمولها؟ بيمولها يعني بيشتري الخدمه، يعني هيئه التامين الصحي الشامل، بمجرد ان احدى مستشفيات هيئه الرعايه الصحيه او وحداتها او مراكزها بتاخد اعتماد جهار وبتسجل في المنظومه، تقول له خلاص انا بقى هشتري منك الخدمه، انت هتدي الخدمه او هتقدم الخدمه للمريض او المواطن الاسواني، وانا هحاسبك عليها كتامين صحي شامل. دي هي بتكلم كده ايه هيئه الرعايه الصحيه. طيب هو انا كهيئه رعايه صحيه عشان ادخل منشاتي داخل المنظومه بروح اتعاقد على طول مع التامين الصحي الشامل ولا في شرط؟ لا، في شرط، وهو الحصول على اعتماد هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه، ودي الهيئه ايه الثالثه، ودي الهيئه اللي بتصدر المعايير وزائد والمنشاه بتطبق المعايير دي، وبناء عليها بتاخد الاعتماد، وبمجرد انها تاخد الاعتماد اللي هي شهاده الاعتماد دي بيبقى ليها الحق انها ايه تخش نطاق المنظومه. لكن لو ما خدتش اعتماد هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه فكده هي بره المنظومه، مش هتقدم خدمه داخل المنظومه. وبعد ما تاخد الاعتماد بيبدا الدور الرقابي من هيئه الاعتماد والرقابه على المنشات اللي دخلت التامين. فانا اذا عندي هنا يعني جهه بتقدم خدمه، وجهه بتمول، وجهه بتصدر معايير، وبترقب على ايه المنشات دي كلها. فده طبعا بيؤدي الى ايه مزيد من الحوكمه ومزيد من العداله وتقديم الخدمه لجميع الفئات بدون تمييز ان شاء الله. طيب احنا كده اتكلمنا عن مدى جودة المنشآت اللي بتقدم الخدمة. بالظبط. الخدمات نفسها بقى اللي بتقدم للمواطن. تمام. او المشترك في التأمين اللي هي ايه بقى؟ التأمين الصحي الشامل بقى غير بقى التأمين القديم، قال لك انا هقدم لك وهغطي لك كل الخدمات اللي حضرتك محتاجاها، بداية من الخدمات الوقائية، مرورا بالخدمات العلاجية، يعني مستوى اول ومستوى ثاني ومستوى ثالث. بمعنى يعني انا بيبدأ دور المواطن من الوحدة الصحية، بيروح الدكتور طبيب الأسرة بيكشف عليه ويشوف ايه الأمراض الموجودة عنده والأمراض اللي كانت موجودة والأدوية اللي بياخدها، وبيكشف الكشوفات ايه البسيطة اللي هو ايه التشخيص المبدئي. طيب المريض احتاج لمستوى أعلى من الرعاية، احتاج مثلا يعمل عملية، يحتاج يروح لمستشفى من الوحدة يتحول للمستشفى يعمل العمليات اللي هو عايزها أو اللي هو محتاجها بمعنى أصح. تمام. والتأمين بيغطي له كل ده. تمام. سواء يعني بدءا من العمليات البسيطة الجراحية الصغرى للكبرى إلى حتى زراعة الأعضاء، يعني حتى زراعة الأعضاء إذا كانت زراعة الكلى أو أيا كان إيه، أو يعني برضو إن شاء الله التأمين هيغطي كل الإيه كل العمليات دي كلها بإذن الله، وكل الخدمات الصحية دي، حتى الخدمات التأهيلية، غسيل الكلى، مش عارف يعني كل المراكز المتخصصة برضو إن شاء الله تخش في المنظومة. أمال إيه بقى اللي مش بيغطيه؟ ما بيغطي، لا هو بيغطي كل حاجة، بس في بعض الحاجات اللي هي اللي كده كده المواطن بياخدها على سبيل ايه بالمجان، ما بيدفعش فيها فلوس، زي ايه؟ زي خدمة تنظيم الأسرة، وزي خدمة التطعيمات، دي كده كده الدولة لازم تديها للمواطن وما تسألوش عن أي مقابل مادي ليها. فدي اسمها خدمات وقائية أساسية، دي أصلا المواطن بياخدها بعيدا عن التأمين الصحي. يعني هو أنت بتروح الوحدات الصحية بياخدها في الوحدات، بتاخد التطعيم، بتاخد وسائل تنظيم الأسرة والكشف الخاص، ده ملوش دعوة بالمنظومة التأمين اللي احنا بنتكلم عليها. بالظبط، ملهاش علاقة. ولكن هيئة الاعتماد يعني في معايير برضو بتنظم العملية دي، لأن برضو في الأول وفي آخر الخدمة بتتاخد داخل المنشأة اللي هي اسمها إيه، منشأة دخل التأمين الصحي شامل. يعني هو دلوقتي المواطن لما يحب ان هو يتلقى خدمه خاصه في التامين الصحي الشامل، تمام، بيتوجه فين؟ بيروح على طول المستشفيات التابعه ولا لا، بيروح للوحده ولا بيعمل ايه؟ سؤال جميل جدا. انا عشان اولا احنا نتكلم بقى ايه قبل ما انا اروح، انا ازاي اصلا اشترك في المنظومه دي؟ ايوه. فالاشتراك في المنظومه يعني احنا بنقول كل مواطن اسواني يحمل بطاقه رقم قومي ساريه، بيشوف اقرب وحده للمكان المثبت او العنوان المثبت في البطاقه دي بتاعته، سواء كان بيشتغل بقى في الحكومه ما بيشتغلش، عامل أي كان ايه بالظبط، حر حكومه ملهاش دعوه، بيشوف اقرب وحده صحيه هو يعني على حسب العنوان المثبت وبيتوجه للوحده دي. بياخد ايه بقى معاه؟ بياخد بطاقه رقم قومي ساريه، وبياخد شهادات ميلاد مميكنه للاطفال، يعني اذا كان الزوجه وزوجته، يعني هو الكارنيه بيتعمل عائلي. بالظبط، الله ينور عليك. وده بقى ايه فرق برضو بين التامين الصحي الحالي وايه والشامل. الشامل كان فرد، بنعتبر الاسره هي وحده التغطيه، لكن في الحالي او السابق لو احنا بنتكلم في اسوان، لا هو الفرد هو عباره عن وحده التغطيه، لكن في الشامل لا، هي الاسره بنتعامل بياخد الاسره ككل. بننشئ ملف عائلي للاسره كلها. فبياخد معاه صور البطاقه القوميه، بطاقته بتاعت مراته واولاده، وشهادات ميلاد الاولاد. بالظبط، لو كانوا دون السن بياخد شهادات ميلاد مميكنه
تمام، غير كده ما بتتقبلش، او لو هم معاهم بطايق بالظبط. الله ينور حضرتك، بس يعني برضو عشان الناس برضو تبقى عارفه، او لو معاهم بطايق شخصيه بياخد بس صور كده. بس كده. او في وسيله تانية ممكن يسجل من خلالها، اللي هي بوابه مصر الرقميه. الناس اللي بتعرف تتعامل بايه بالتكنولوجيا بيخش على بوابه مصر الرقميه وبيعمل حساب، تمام، ومن خلال الحساب ده بيختار تامين صحي شامل، وبيملأ بعض البيانات اللي هم بيحتاجوها، البيانات الخاصة بالأسرة، وبعد كده بيتجه برضو ايه لأقرب وحدة صحية عشان خاطر ايه يعني يكمل بقية ايه يستوفي بقية الإجراءات ان شاء الله هناك. طب بيدفع ايه بقى؟ تمام، بيدفع ايه يعني؟ طبعا يعني فكرة الدفع دي برضو بعض الناس تتخيل ان هي ممكن تبقى حاجة اكتر او اقل، فعايزين نفهم برضو الناس الجزئية دي. لا ان شاء الله الناس لما تعرف بقى يعني النسب المساهمات والاشتراكات، يعني مقابل يعني مبالغ تانية كانوا بيدفعوها في عمليات كبيرة، لا فيعني الدنيا تبقى أحسن إن شاء الله. فإحنا مثلا لو بتكلم في اشتراك شهري، تمام، يعني بالنسبة للشخص الموظف ثواني بس، يعني هو دلوقتي راح وخد الأوراق دي معاه، تمام، بيدفع حاجة وهو بيعمل الحاجات مش دي؟ لا مش في اللحظة دي، تمام. هو بيروح ويقدم الأوراق المطلوبة، وبناء على ذلك بيتم إنشاء ملف إيه عائلي له، وبيبقى له كارنيه، وبيبقى له كارنيه. يعني الموظفه هناك بتدي له ايه كارنيه فيها ايه الرقم العائلي بتاعه اللي هو المفروض بيتابع بيه بعد كده، ورقم فردي لكل فرد من افراد الاسره بتاعته بس. وبعد كده بيتابع بقى بالكارنيه ده في لحظه معينه اللي هو خلاص المنظومه هيتم تدشينها وتفعيلها، فبيبدا ايه التامين الصحي الشامل تبدا تحصل اشتراكات شهريه من ايه من الشخص من المريض او المواطن اللي هو عايز ينتفع بالخدمه دي. يعني هو لو موظف حكومه بيتم الخصم من مرتبه الحكومي. بالظبط، الله ينور عليك. قد ايه بقى يعني الخصم؟ احنا بنتكلم لو موظف بتخصم منه 1%، تمام، وبيدفع 1% من مرتبه من اجمالي الدخل. تمام. طيب عن كل ابن 1% كمان. تمام. لو زوجة غير عاملة، لو مراته مثلا مش شغالة، بيدفع لها 3%، هو اللي بيتحمل. طب لو يعني زوجته يعني هو كده بيدفع حوالي 5%. يعني لو هو عنده طفلين وهو بالظبط ومراته، يبقى كده 6% كمان. بالظبط 6%. اشمعنى 6-3%؟ ده ايه ده؟ ايه الظلم ده؟ ليه كده؟ ده 6 المفروض تبقى اقل. لا ما هي باشا 6 قدرها كبير يعني، فاحنا مش هنقدر نعترض يعني ندفع لها 3%، ولكن هي لو زوجها عامله تشيل نفسها بقى تدفع ال 1% بتاعها لو هي عامله، ولكن لو غير عامله زوجها ايه بيشيلها. زائد الاول. طب هتقولي لي تم بالنسبه للمعاشات، المعاشات بيدفع 2% من المعاش الشهري بتاعه، يعني 6 ارمله بتاخد معاش او يعني ايا كان مين اللي بياخد المعاش. 2% يعني لو هو معاشه 2000 جنيه مثلا. بالظبط. ال 2% دي اللي هي كام؟ 40 جنيه. بالظبط، تاخد نسبه 2% منها. بس ده بالنسبه للمعاشات. ده شهري. ده شهري. بالنسبه بقى هتقولي لي طيب هو لا هو مش موظف حكومي ولا مع معاش، لا هو مثلا من اصحاب المهن الحره، طبيب حر، مهندس، مش عارف ايه. هقول لك والله بيتاخد من الاجر التاميني بتاعه 5% اللي هو بيدفعه للتامينات يعني. كل يعني هو لو متامن عليه في التامينات الاجتماعيه بيتخصم من التامينات الاجتماعيه. بالظبط. طب ولو مش متامن، لو بياع حر مثلا متجول، لو حد على قد حاله كده بيتخصم منه ازاي؟ والله هو لو مش متامن عليه مثلا بياع حر برضه بيتاخد 5% لو ده لو ليه تامينات. لو ملوش تامينات بقى برضه نسبه 5% ليه هو ولزوجته برضه لو غير عامله 3% يعني. بس بالنسبه بقى للشخص اللي هو العماله غير منتظمه بقى، ده سؤال مهم مثلا اللي هي العماله الموسميه بقى، يعني بيقول لك بحد اقصى 7% بغض النظر عن الابناء اللي معاه، يعني مش هيزيد او مش هيدفع اكتر من 7% والباقي الدوله بتتحمل ده. طب برضو في حته مهمه برضو الناس بتسال اللي هو الغير قادرين، طب دول يعني هيجيبوا منين؟ يعني ناس ما عندهاش مصدر دخل. في ناس كتيره جدا ما عندهاش اصلا لا مصدر دخل ولا حاجه دايمه ولا اي حاجه. الله ينور عليك. ده بقى الدوله قالت لك انا هتحمل او الموازنه العامه بتاعت الدوله هتتحمل ايه مصاريف العلاج بتاعتهم بالنسبه للغير قادرين. طب هو مين اصلا اللي بيحدد الغير قادرين؟ اللي بيحدد غير قادرين طبعا ايه وزاره التضامن الاجتماعي بالتعاون مع ايه جهاز التعبئه والاحصاء وزارة المالية طبعا وفق الاشتراطات وحاجات يعني رئيس الوزراء طبعا بيطلعها. المهم لو اعتبر ان حضرتك مثلا يعني من الغير قادرين فالدولة بتتحمل ايه تكلفة ايه الغير قادرين دول، من ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة يعني، تمام. فالدولة هي بتتحمل نسب الاشتراكات والمساهمات كمان.
تمام. طيب هو دلوقتي بيدفع ده بشكل شهري بالظبط وبيبتدي يروح عشان يتلقى العلاج بالظبط، هل بيتاخد منه يعني مثلا عمل عمليه كبيره تمام حلو قوي، هل بيتاخد منه جزء برضو من مصاريفها ولا هو كده خلاص دفع اللي عليه؟ ممتاز السؤال ده. هو الاشتراك كده كده بيدفعه شهريا سواء اخد خدمه او ما اخدش خدمه، عشان كده احنا بنقول هو نظام ايه تكافلي، يعني كله بيشيل بعضه، يعني المريض يعني السليم بيشيل المريض، الغني بيشيل الفقير وهكذا. طيب حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، طيب انا راح اعمل عمليه بقى زي مثلا تكلفتها مثلا 50,000 على الدوله، طب انا هل هدفع قد ايه منها ولا هم بس هيكتفوا بالاشتراك الشهري بتاعهم؟ لا، انت بجانب الاشتراك الشهري في حاجه اسمها مساهمات. يعني ايه مساهمات؟ يعني انا هاخد دواء فانا هدفع مساهمه جزء يعني من المبلغ بتاع الدواء ده الفعلي. بالنسبة للأدوية اللي أنا هدفعه نسبة 10%، لا تتجاوز 10% من قيمة الدواء الفعلي. طيب بالنسبة للعمليات قال لك مش هيدفع أكتر من 5% من قيمة العملية كلها بحد يعني، وكمان هحطوا له حد أقصى، حد أقصى يعني 500 وحاجة جنيه مهما بلغت قيمة العملية، أخرك المبلغ ده. يعني حالة ولادة بدل ما مثلا الدكتور بياخد مثلا بره 4 ولا 5 ولا 7,000، لا انا هعمل عملية الولادة في احدى مستشفيات النساء والتوليد اللي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، ومش هدفع اكتر من من النسبة نسبة 5% او 500 وحاجة، لا انا هصرف مثلا هعمل تحاليل واشعة، طيب نسبة المساهمة بتاعتها كام؟ برضو 10% بحد اقصى، قال لك مثلا 1400 وحاجة، ما تزيدش عن كده بحد اقصى. فاذا انا في ادويه حد اقصى 10%، تحاليل واشعه حد اقصى برضو 10%، العمليه مهما بلغت قيمتها انا بدفع حد اقصى 5% لا يتجاوز ال 400 وحاجه او ال 500 وحاجه. طب بالنسبه لاصحاب الامراض المزمنه، في ناس كتير جدا كانت بتاخد يعني اصحاب امراض مزمنه وبيروحوا بيصرفوا علاج شهري من التامين الصحي، تمام دلوقتي ايه بالنسبه لهم بقى الوضع؟ دول برضو مجرد ان هم بيسجلوا وبيعملوا الملفات بتاعتهم خلاص بيصرفوا العلاج الشهري ده من خلال صيدليات المنشآت التابعه لهيئه التامين الصحي الشامل، يعني ما فيش اي مشكله في ده، يعني نفس الادويه والعلاج اللي كانوا يصرفوها يصرفوه. زائد يعني كمان اصحاب الامراض المزمنه والاورام برضو الدوله بتتحمل اشتراكاتهم، يعني ما فيش اي مشكله في ده ان شاء الله. هو الحقيقه يعني المنظومه يعني واضح جدا ان هي منظومه غنيه وان هي بتقدم خدمه جليله للمواطن طبعا، لكن اللي يهمنا كمان في كل الحاجات دي يعني انا شخصيا بهتم جدا بالجانب الانساني تمام، يعني يهمنا جدا ان المريض لما يروح مستشفى عشان يتلقى خدمه تمام. احنا الاول كان في المنظومه القديمه الحقيقه التامين الصحي لما تروح تشوف المرضى وتشوف اصحاب المعاشات وهم رايحين يصرفوا علاجهم الشهري والناس اللي فوق الستين والناس اللي تعبانه، الحقيقه كان شكل لا انساني يعني تمام. هل ده تم مراعاته في المنظومه الجديده؟ بالظبط تم مراعاته وبشكل يعني فعال وقوي جدا جدا، بمعنى ان زي ما قلنا ان هيئه الاعتماد والرقابه بتطلع معايير، المعايير دي عايز اقول لك ان ثلاث ارباعها بتدور حول ازاي يعني المريض بتاعي يخش ياخد الخدمه ويطلع وهو مبسوط وراضي عن اداء الخدمه، تمام، اسمها المعايير المتمركزه حول المريض، ثلاث ارباع المعايير يعني خاصه بالمريض وازاي انا اخدم على المريض وازاي يعني يخش ويطلع بدون اي عدوى ياخدها وازاي هو راضي ومبسوط وازاي التعامل يتم معاه بشكل ازاي يعمل بشكل انساني والخصوصيه بتاعته احترمها ازاي، ما يبقاش بقى في 5 في الاوضه ولا 6 في الاوضه، لا يعني اذا في معايير هيئه الاعتماد والرقابه حطاها، عشان كده بنقول لو المنشاه طبقت المعايير دي انا باذن الله هديها هديها تصريح او هديها الترخيص ده، وبناء عليه تتعاقد مع التامين الصحي الشامل اللي هو هيشتري منها الخدمه ويديها ويديها الفلوس. ازاي اقلل وقت الانتظار؟ ما هو برده ما ينفعش اجيب مثلا 10 15 عيانين على عياده واحده في نفس الوقت، لا ده انا بجدول الدنيا كمان، يعني العيان بيحجز معايا من خلال من خلال هوت لاين تمام، رقم تليفون بيتصل عليه، او لو الوحده قريبه منه بيروح ويقول انا عايز احجز، فبحدد له الساعه اللي هيجي فيها
وبعرفه هو لما يجي هيبقى قدامه بالظبط قد ايه، ومين الدكتور اللي هيخش له، وانا ايه الخدمات انا كمنشأة اللي بقدمها، لان هو برضو من حقه يعرف بقية الخدمات غير الحاجة اللي هو جاي عليها. فالحاجات دي كلها المعايير يعني ألزمت المنشآت ان هي تعملها مع المريض، وازاي احترم خصوصيته واحترم الكرامة بتاعته، وازاي اقول ان هو ليه حق الشكوى يعني لو في حاجة ما عجبتهوش، بداية من المنشأة اللي هو فيها. يعني في قناة شكوى، يعني قناة من خلالها بيشتكي، تمام، زائد ان هو يعني ممكن يشتكي داخل المنشأة، لان في مسؤول شكاوى كمان احنا مخلينه داخل كل منشأة بيسمع للمريض. ممكن يكلم هيئة الاعتماد والرقابة، ممكن يكلم هيئة التأمين الصحي الشامل يقول لهم ده انا والله حصل معايا 1 2 3. فاذا يعني المريض باذن الله في المنظومة دي، لا يعني باذن الله واخد حقه يعني تالت ومتلت باذن الله ان شاء الله. يعني المؤسسة أو المنشأة خلاص خدت اعتماد الجودة وأصبحت تمام ضمن المنظومة، تمام. هل بيتم متابعة دورية لتقديم الخدمات دي؟ بالظبط، أيوة. وده هنا بنتكلم على دور الرقابة اللي هي هيئة الاعتماد والرقابة. أنا هيئة بديك معايير حضرتك بتطبقها، المعايير دي الهدف منها الحفاظ على سلامة المريض وسلامة مقدم الخدمة كمان، مش عايزين ننسى ده، لأن برضو مقدم الخدمة له حقوق زي ما هو عليه واجبات، وسلامة المنشأة والبنية نفسه والأجهزة اللي عندي. فالمعايير بتغطي كل ده. أنا طبقت المعايير والحمد لله نجحت وخدت سكور ينجحني، خلاص هبدأ بعد كده إيه، وتعاقدت مع التأمين الصحي الشامل، هبدأ الدور الرقابي بقى بتاع، بتبدأ هيئة الاعتماد والرقابة تنزل الفرق بتاعتها من وقت للتاني على المنشآت اللي دخلت المنظومة، تراقب تشوف المعايير هل في استدامة في تطبيق المعايير، ولا هو بس عشان خدت الشهادة وأنت بعد كده رحت إيه نمت في الخط. لا، مفيش الكلام ده، لأن لو يعني اكتشفوا أي مشكلة أو أي حاجة سقطة في المعايير أو كلام زي كده أو أي مخالفات، الأمر قد يؤدي إلى تعليق الاعتماد، ان انا لا انا كده هعلق الاعتماد وبناء عليه هيلغي التعاقد ايه مع التامين الصحي الشامل، او اسحب الشهاده بتاعتك خالص. فالدور الرقابي هنا لا موجود ومهم جدا ومفعل يعني باذن الله. يعني احنا بنقول للناس ما تقلقوش ما تخافوش باذن الله، بالعكس ابتدوا اللي ما اشتركش لغايه دلوقتي في المنظومه يشترك، تمام، لان هي مهمه وهتوفر علينا كتير جدا. بالظبط، وبعدين هي دلوقتي بقت هي دي المظله لأي نظام صحي في الدولة. بالزبط، فلازم كلنا نستفيد بوجودها بشكل كبير. بالظبط، يعني. وفي حتة برضو مهمة جدا لأصحاب المنشآت الخاصة، العيادات الخاصة والمراكز الخاصة، احنا بنتكلم على المنشآت اللي هي المراكز والوحدات والمستشفيات اللي تابعة ايه لوزارة الصحة. لا، طب ايه وضع المنشآت الخاصة، العيادات الخاصة، هل العيادات دي او المستشفيات او المراكز الخاصة دي تقدر تخش منظومة التأمين الصحي الشامل؟ يعني انا زي ما بستهدف المنشآت الحكومية كمان انا بستهدف المنشآت الخاصة. ليه؟ لاجل عيون المريض، عشان خاطر ما يبقاش في تكدس وازدحام وقوائم انتظار على المنشآت الحكومية، لا ده كمان في منشآت خاصة هتقدم نفس الخدمة. المريض ممكن كمان من حقه يختار المكان اللي ياخد فيه الخدمة، تمام؟ يعني لو شايف ان في سحاب مثلا في مكان معين، لا انا اختار مثلا الدكتور الفلاني او المستشفى الفلانيه او العياده الفلانيه، مفيش اي مشكله. ودي حاجه برده ما كانتش موجوده في التامين الصحي السابق، اللي هو حريه اختيار مقدم الخدمه والمكان اللي انا عايز اخد منه الخدمه، دي موجوده في التامين الصحي الشامل. عشان كده وجود المنشات الخاصه شريك مهم واساسي جدا جدا في عمليه التامين الصحي الشامل وتقديم خدمه طبيه يعني ذات جوده عليها تليق بالمواطن المصري ان شاء الله. يعني نتمنى طبعا ان كل المواطنين يشتركوا في منظومة التأمين الصحي الشامل عشان يقدروا يستفيدوا من الخدمات المقدمة دي بشكل او باخر، ومن التطوير الصحي اللي بيحصل في بلدنا باذن الله. دكتور حازم خالد، مدير إدارة مكافحة العدوى بهيئة الرعاية الصحية بأسوان، شكرا لوجودك معنا وإلقاك الضوء على منظومة التأمين الصحي الشامل. شكرا لحضرتك وللسادة المعدين والسادة المشاهدين، وإن شاء الله نتمنى يعني توفير حياة كريمة، وكل ده احنا بنعمله عشان في الاخر نحقق رؤية مصر 2030. وتحية ان شاء الله لجميع المواطنين اسوان باذن الله. كل سنة وحضرتك طيب. انت طيب يا فندم، الله يخليك، شكرا. يعني اتمنى يا رب ان منظومة التأمين الشامل نكون فهمناها وعرفنا كل التفاصيل المتاحة فيها بشكل او باخر، اللي لسه ما اشتركش يحاول ان هو يشترك عشان يقدر ان هو يستفيد من كل الخدمات المقدمة.